كون تنشكر المغاربه، تنشكر هاد القناه اللي جات فرحات امي سعديه باش تشوف الحاله ديالتها فين وصلت. الله يجازيهم بخير، الله يوقف معاهم. الحاله ست امي سعديه الحمد لله داروا لها التحاليل، داروا لها فحوصات، ما لقاو عندها والو في الجسم ديالها، ولكن مسكينه تشلات بغات تبقى. تقدر دير تروي، تقدر ترجع، تقدر ما ترجع، الله اعلم. ما عرفتش بالضبط على حقاش الدكتور هو اللي خصو يقول هاد الهضره. تقريبا انا ولي 4 سنين دروك وهي في هاد الحاله 4 سنين. والمهم حتى جات ايد، جات واحد اليد الرحمه هي تاع سعيد النصيري هو اللي وقف معاها، ودخل عند الشيخ زايد الحمد لله وقف معاه. الله يجازيه بخير يخلي لي وليداته، ولا هو ولا الدكتور شكري ولا الناس تاع الدار البيضاء، الله يجازيهم بخير. كلشي وقف معاه، كلشي زارها، كلشي الناس تيدعو معاه. تكرفصت انا معاه بزاف، كون ما هاد السيد اللي عطانا هاد الفرصه باش تعالج مع مرها غادي تعالج، غادي تبقى هكا. هاد السيد هو اللي عطانا ايد المساعده، وبلا خوف لا طمع، ما طمع فينا، ما بتلات معاه، ما عمرها درت معاه شي عمل باش نقولوا هاد السيد راه درت معاه شي عمل، ما عمرها درت معاه شي عمل. وقف معاه وقفه رجال، الله يجازيه بخير، الله يوقف معاه، ونتمنى هاد الرساله توصل لسيدنا الله ينصرو. كل ما الناس، كل ما الناس اللي في الجاليه تيصيفطوا لك مره مره يصيفط لك شي بركه، وليتي بحال حاجه، وليتي ما شاء الله وصافي ما قدرتش نقولها. خصك حتى يصيفطوا لك الناس عاد تشري لي هاد الدواء، الا ما صيفطوا لك الناس راه تتبقى هكا، ما كاينش اللي يرحمها ما كاين اللي يعتقها. هذا هو الامر ديالها اللي تيضرب في القلب بزاف. وما كل قتل العنايه في الاول، كل وقفات على رجلها ولكن ما لقاتش العنايه من الاول. دروك بحال هاد المره اللي مثلات وعطات لك كثير في الفن، في الاخر تولي دايره بحال دايره الثانيه، وتطلب كل ما وقف مع هاد السيد خصها تكون عيشه كريمه، تكون عايشه بخير. دوك هي رايبه لها الدار معاقه، خصها تمشي وصل لوزاره الثقافه، الناس اللي مهتمين بالفن، والمكتب تاع وزاره الثقافه اللي كاين في الرباط، باش يديروا لهاد المرأة واحد الشهرية باش تهي تكون مع راسها، وعندها الترويض وعندها بزاف الحوايج أوليدي. ولكن ما لقات، صوتوا اللي من تنادي، ونتمنى هاد الرسالة توصل لسيدنا الله يجازيه بخير، الله يخلي ليه وليداته، الله ينصرو، مالك الفقراء. ونتمنى هاد الرسالة توصل للناس المسؤولين، لا تاع مراكش ولا تاع الرباط ولا تاع الدار البيضاء، كاع الناس اللي مهتمين بالفن.